صدقني وجهك. طيب شو رايك؟ هاي مرحبا. اليوم راح اكمل الكونستراكشن محاضره ثانيه. اول محاضره حكينا عن وان واي سيرد سلاب. الوان واي سيرد سلاب كان فيها نوعين من البيمز اللي هم الميجر بيم والمايدر بيم. كان بس بيم او اثنين اللي هم الميجر بيمز هم اللي يشيلوا اللود. بالتو واي سيرد سلاب لا، ما فيش انا عندي ميجر ومايدر، كل البيمات راح تشتغل وتشيل حمل من السلاب. طبعا كيف احنا كنا نعمل تشيك؟ اول شيء كنا حكينا اي سلاب تجي لازم انت تعرف اول شيء سوليد او لا. سوليد او لا عن طريق انه في ريب او ما في ريب. اذا انت ما عندك اي ريب معناته تكون انت السلاب عندك سوليد. اذا في ريبات بعدين بتحدد انها وان واي اور تو واي. هسه هون زي هاي مثل السلاب انا عندي، هاي السلاب هو ما في اي ريب موجود انا عندي، وحكينا الريبات ممكن تتوزع بشكل طولي او اخر. بما انه ما في اي ريب معناته هي اكيد سوليد. بضل احدد انا تو واي اور وان واي. وان واي شرحناها بالمره الماضيه انه لازم يكون الريشيو ار اكبر من اثنين. هسه هاي المره راح نحكي عن تو واي سوليد سلاب. بيكون انا عندي الريشيو ار اللونج اوفر الشورت تكون اقل او تساوي اثنين، اقل او تساوي اثنين بهاي اللحظه. فهناك لما يعني اذا حتى كانت تساوي اثنين بتكون انا عندي تو واي سوليد سلاب. هسه هون انا عندي بهاي الحاله كل البيمات راح تشيل اللونج بيم والشورت بيم راح يشيلوا اللودات، بس باختلاف البيمات اللي راح يكونوا باتجاه اللونج راح يشيلوا اللود على شكل ترابيزويد. فالبي 1 والبي 2 بما انهم جايات باللونج دايركشن راح يشيلوا على شكل ترابيزويد، هذول الاثنين على شكل ترابيزويد راح يشيلوا اللود. اما اللي بيكونوا بالشورت دايركشن راح يشيلوا عندي على شكل تراينجل زي بي 4 وبي 3 راح يشيلوا هون عندي، هذا هون راح يكون عندي تراينجل. طيب هسه هون لازم هاي الحاله انا احدد في عندي. طبعا اهم شيء تركز هون لما تجيك سلاب التو واي هل هو ضليل طالب على سلاب ولا طالب على البيم، لانه في عندي بتحويل اللود يعني من احوله اخليه ترابيزويدال او اني اخليه انا مثلث او اني احوله ايكوفيلنت، كله بفرق حسب شو المطلوب. فانت لازم تكون عارف شو هو المطلوب، هل هو طالب على سلاب، هل هو طالب على بيم، هل هو طالب شير اور مومنت. كل حاله لها قانونها ولك انت بتطبقها، فمهم جدا انك تركز بهي الحاله. اول شيء انت كيف بدك تاخذ اللود الكلي؟ احنا زي قبل مثلا كان يعطيني بالسؤال مثلا انه لود سلاب دبليو، كان يحكي لي دبليو فاور سلاب مثلا يساوي 16 كيلو نيوتن لكل متر سكوير. كان يعطيني مثلا هيك هاي لود سلاب، مش هاي هنا سلاب، خلينا نمسح هاي نكتب سلاب. اللود تاع السلاب كان يحكي لي 16 كيلو نيوتن لكل متر. ما كنت اجري عليه اي تعديل بالنسبه بحاله الون واي سوليد سلاب، بس لما يكون انا عندي تو واي سوليد سلاب راح اجري تعديلات. وحكينا اللود اللي راح يشيله البيم بيفرق، البيم لونج بيفرق عن البيم اللي راح يشيله الشورت. فكيف انا بدي اشوف؟ هسه انا عندي اللود اللي بكون انا بحاله اللونج دايركشن، بحاله اللونج دايركشن انا عندي بكون البيم بهذا الشكل، اللود اللي بشيله يساوي دبليو، هاي التوتال دبليو، هاي التوتال على 1 زائد ار قوه 4، ار اللي هي هاي الريشيو اللي طلعتها هون قبل، هاي الريشيو هي ار. فهذا هو بيكون اللود اللي جاي باللونج دايركشن. اما اللود اللي جاي بالشورت دايركشن بيكون دبليو في ار قوه 4 زائد 1 ار قوه 4. هون بيكون انا عندي اللود اللي جاي بالشورت دايركشن عباره عن دبليو، هاي دبليو برضه هون هاي عباره عن التوتال، هاي بتكون عندي التوتال لود بتكون في ار قوه 4 اللي هي ريشيو اللونج اوفر الشورت زائد 1 على ار قوه 4. والنسبه اكيد زي ما هي دبليو شورت لازم اكيد هاي تكون محفوظه عندي زائد دبليو لونج تساوي دبليو توتال، هاي هي موجوده هون زي ما انا شايف. طيب فانا هسه هون بتكون عندي هاي دبليو لونج هاي دبليو شورت تحويلهم جدا. طيب احنا حكينا انه البيمات اللي راح تكون باللونج دايركشن راح يكون اللود جاي عليها موزع على شكل ترابوزويد زي ما احنا شايفين هون. ترابوزويد اما البيمات اللي بتكون باللونج دايركشن بتشيل اللود على شكل تراينجل. طيب هسه هون قاعده لازم انا اعرف مثلا زي هون زي شو، طبعا زي بي 1 فاصلة بي 2 هذول بيمات جايات باللونج دايركشن راح يكون اللود عليهم جاي باللونج ترابوزويد. طيب كيف قاعدتهم؟ القاعده اللي تحت راح يكون عباره عرضها عن او طولها عن اللونج اللي فوق اللي هو قاعده الترابوزويد اللي فوق راح تكون عباره عن اللونج ناقص الشورت، وارتفاعه هذا الترابيزويد اللي بيكون الشورت اوفر 2، الشورت اوفر 2. بالنسبه لحاله التراينجل بتكون قاعدتها طولها الشورت ولا وارتفاعه بيكون الشورت اوفر 2. طبعا هون هاي الحاله اذا كانت انا عندي الريشيو كلها تراينجل وترابيزويد لازم انتبه، اذا كانت الريشيو اقل من 2، اذا كانت الريشيو اقل او تساوي 2، في حاله او سبيشال كيس كثير مهمه، حاله خاصه اذا كانت الريشيو 1، اذا كانت الريشيو 1 يعني هون هاي حالة عادية، هاي بتكون ان جنرال
هاي ان جنرال خلينا نسميها. طيب ان جنرال هسه بما انه انا عندي في حاله خاصه، الحاله الخاصه هي عباره عن شو؟ مش راح اكتبها لان هاي الحاله الخاصه سهله راح تكون تطبيقها برضه سهل. اذا كانت الريشيو ار عباره عن واحد، شو معنى انه الريشيو ار عباره عن واحد؟ ار ايكوال واحد معناها انه اللونج اوفر الشورت تساوي واحد، يعني متساويات. بما انه الطول يعني مثلا هذا 5 وهذا 5، هذا 7 وهذا 7، اللونج يساوي الشورت. بما انه اللونج يساوي الشورت كل البيمات بيكون الشكل اللي بتوزع عليها بيكون اللود اللي شايلها عباره عن تراينجل فقط، بيكون هيك شكل السلايد مثلا. لو احنا افترضنا ونرسمها مثلا هاي السلايد انا عندي هون مربعات الشكل بتكون انا عندي بحاله المربع بتكون كل البيمات بتشيل مثلث، كل اللود اللي على البيمات جايات مثلث، لانه هون بهي الحاله بتكون ار ايكوال واحد واللونج يساوي الشورت، معناته كل البيمات راح تشيل مثلث، ما بيكون عندي ترابزويدر، كل البيمات بتشيل مثلث، وهي الحالة سهلة، هاي اللي هي عبارة عن سبيشال كيس. طيب إذا كمراجعة سريعة حكينا كمان مرة، بحالة هون بيكون أنا عندي ريشيو ار أقل من 2 اللونج أوفر الشورت، بيكون أنا عندي اللود بتوزع باللونج وبالشورت دايركشن، يعني بيكون عندي خط عمل زي ما أنا شايف، بيكون خط عمل موجود عندي هون لللونج وعندي خط عمل باتجاه موازي لللونج وخط عمل موازي للشورت. فانا عندي السلابت او البيمات الموجودات باللونج وبالشورت الثنتين راح اتعامل معهم، الثنتين راح يشيلوا لود. حكينا اللود اللي بيكون باللونج بيساوي دبليو اللي هو اللود الكلي على 1 زائد ار قوه 4، اللود اللي بالشورت بيكون دبليو اللي هو اللود الكلي في ار قوه 4 على 1 زائد ار قوه 4، وهو مجموعهم مجموع دبليو لونج بلس دبليو شورت بيعطيني اللود الكلي. وحكينا بالنسبه للتربوزويدر قاعدته بتكون اللونج وقاعدته الصغير راح تكون اللونج ناقص الشورت. اما بحاله التراينجل بتكون قاعدته تساوي الشورت، وبالحالتين هو ارتفاع الترابيزويدال او ارتفاع المثلث راح يكون الشورت اوفر 2 الشورت اوفر 2. طيب هسه نيجي للمطالب ممكن يطلبها بحاله التو واي سوليد سلاب. اول شيء على السلابات شو ممكن يطلب انت عندك؟ ممكن يحكي لك انا بدي الشير بالشورت دايركشن، بدي الشير بالسلاب بالشورت دايركشن. تذكروا الشير بالسلاب بالشورت دايركشن شو يساوي؟ دبليو. وركز هون هاي دبليو عباره عن شو؟ هاي هاي برضه عباره عن التوتال لود، انتبه لها هاي التوتال لود، يعني ما بتحط دبليو شورت هون، في شورت حتى لو انه في شورت ما بتحط اللود اللي بالشورت، لا دبليو في ال شورت اوفر 3، دبليو في ال شورت اوفر 3. وبركز كمان مره هاي نقطه مهمه انه دبليو هون عباره عن التوتال لود. طيب الشير باللونج دايركشن، الشير باللونج دايركشن بكون انا عندي دبليو وبرضه دبليو هون عباره عن اللي هو التوتال لود في ال شورت في ار على 2 زائد ار، دبليو دبليو هو التوتال لود في ال شورت في ار، ار هي الريشيو برضه اللي كنا نتعامل معها قبل على 2 زائد ار. طيب اذا كان طالب الماكسيم بندنج مومنت بالشورت دايركشن، هون شو بكون عندي؟ دبليو شورت، هاي هون شورت مش دبليو كامله، دبليو شورت في ال شورت تربيع 8، بده المومنت باللونج دايركشن بحكي له دبليو لونج في ال لونج تربيع على 8، دبليو لونج في ال لونج تربيع على 8. هاي المطالب ممكن يطلبوها بالنسبه للسلابات، وهذول مهمات مهمات جدا جدا، يعني لازم تكون عارفهم وما تخربط فيهم. وهون بدك تنتبه انه هاي دبليو دبليو، هون الدبليو التوتال اللي بعطيك اياه للسلابه كامله مش شورت او لونج. طيب بنروح على البيمات. هسه البيمات انا عندي هون ما حكينا بالتو واي سوليد سلاب، انا ما عندي ميجر وماينر، يعني ما في عندي بيمات بتشيل بس وزنها وبيمات بتشيل بالسلاب، لا حكينا هون كل البيمات بتشيل وزن. فلو رحنا اول شيء على الشورت بيم، الشورت بيم شو ممكن يطلب عليه مطالب؟ الشورت بيم اللي زي انا عندي زي حاله البي 3 والبي 4، شو ممكن يطلب عليه؟ اول شيء اذا حكى لي شير، اذا طالب مني مطالب بالنسبه للشير. طيب هسه مشان نوضح هاي المطالب خلينا نرسم هاي الرسمات لكل بيم ونوضح هاي الاشياء. شورت بيم، الشورت بيم حكينا انا عندي هون كمان السلاب اللي عندي موجوده ممكن يكون زي بي 3 او بي 4. طيب بقول هاي انا عندي بي 3، بي 3 انا عندي مرتكز مثلا راح اشوف مثلا بي 3، بي 3 مرتكز على كولوم 1 وكولوم 3. اوكي طيب دائما
هون بهاي الحالة أكيد راح يشيل وزنه، في عليه اللود موزع بشكل منتظم البيم اللي هو وزنه. هذا هو عبارة عن الأون ويت. طيب هسه لو كان طالب بالشورت بيم كان طالب مني بيحكي لي أنا بدي تطلع لي الشير ماكسيم شير إن شورت بيم، كان طالب مثلا ماكس شير. طيب هسه أنا بعرف الشورت بيم، الشورت بيم بشيل اللود بيكون على شكل شو؟ مثلث، مظبوط؟ بشيل لود على شكل مثلث بهذا الشكل. طيب حكينا دائما قاعدته بدها تكون عندي ال شورت وارتفاعه على المثلثات ال شورت اوفر 2. طيب لو هو طالب مني ماكسيمم شير لازم انا اعرف انه اللود المثلثات زي ما انا كاتب هون بحالة الشير راح يكون عندي اللود الاون ويت وراح يكون عندي لود المثلث، بس راح اعمل له كونفيرت، راح احوله لا كونسنتريتد لود، كونسنتريتد لود يعني راح احوله للود مركز منطقه واحده. كيف بدي احول لود المثلث لا كونسنتريتد لود؟ بقول راح يكون عباره عن مساحه المثلث، شو مساحه المثلث؟ طول القاعده اللي هي ال شورت ضرب الارتفاع اللي هو ال شورت اوفر 2 ضرب نص. طول القاعده ال شورت في ال شورت اوفر 2 في نص. طيب هيك انا حسبت مساحته، ضرب شو كلود؟ هل بضربه ب دبليو شورت دبليو شورت او بضربه ب دبليو العاديه؟ لا هون بضربه في دبليو. دبليو هون عباره عن شو؟ دبليو عباره عن التوتال لود، دبليو عباره عن التوتال لود، ما بضرب دبليو شورت او دبليو لا دبليو تاعي تسلابه كامله اللي هي عباره عن ال شورت اوفر ال شورت اوفر 2 في نص. هاي اللي هون من هون لهون الترم الموجود هذا هون عباره عن المساحه، هاي هي مساحه تاعي المثلث ضرب دبليو اللي هو التوتال لود تاع الاسلام. طيب هسه انا هون انا عندي بهاي الحاله بيكون صار شكل البيم كالتالي، مش انا حولت المثلث ذا كونسنتريت لود، بيكون انا عندي صار شكل البيم هكذا. راح امسح هاي امسحه هون امسحه اكيد عليه، اكيد 100% عليه وزنه. هذا هو عبارة عن الاون ويت زي ما انا كاتب هون، وانا حولت لود المثلث للود مركز هون. هاي هذا هو الكونسنتريت لود جاي المثلث سميه بي مثلا. فلو بده الماكسيمم شير بهاي الحالة بده الماكس في راح يكون شو يساوي؟ راح يساوي دبليو تاعية الاون ويت، هاي الاون ويت ضرب ال شورت اوفر 2. يعني هذا اللود اللي عليه لو كان 5 مثلا وطوله 5 بحكي 5 في 5 على 2 25 على 25 على 2 زائد البي اوفر 2. كيف هاي؟ طبعا اكيد انك الرياكشن هون عم بيد والرياكشن هون نفسه. هذا المطلوب لو كان طالب منك انا بدي اللود اللي جاي على كولوم 1 او كولوم 3، نفسه هذا اللود اللي جاي على كولوم 1 او كولوم 3 من بيم 3. فانا حكيت دائما بحول لود المثلث لكون سنتريتد لود بحاله طالب مني شير، ركز بحكي بحالة طالب مني شير هنا بحاوله لكونسنتريتد لود مع الاون ويت، فبكون الماكسيم شير عبارة عن اللود الجاي اللي هو دبليو تاعيت الاون ويت في ال شورت اوفر 2 زائد بي اوفر 2. هاي بحالة انه كان طالب شير. طب لو طالب هو عبارة عن مومنت، مش طالب انا عندي شير هنا، وهنا طالب مثلا بحكي عن المطلوب ماكسيمم بيندينج مومنت. بهاي الحالة راح يكون انا عندي، نرجع للشكل الرئيسي كيف كان انا عندي. بهاي الحالة راح يكون انا عندي هيك إيه كان المثلث الموجود انا عندي. طيب هاي المثلث، بهاي الحالة ما بحول لود المثلث لكونسنتريت، بحوله لإكويفالنت لود. إكويفالنت لود كيف يكون تحويله لإكويفالنت تاع المثلث؟ المثلث بيكون عبارة عن دبليو، وبرضه دبليو هون عبارة عن دبليو توتال في ال شورت اوفر 3. دبليو في دبليو اللي هي هون التوتال لود، برضه هاي عبارة عن التوتال لود في ال شورت اوفر 3. كمان شو في انا عندي بكون غير هاي الحالة كلياتها؟ بكون في انا عندي كمان اللي هو هيك انا حولته لايكوفالنت لود، فكيف يصير عندي شكل؟ بصير الشكل هيك كالتالي عليه الاون ويت، هذا هو جاي الاون ويت زائد لود المثلث صار ايكوفالنت، صار بهذا الشكل، هذا الايكوفالنت اللي جاي من المثلث.
equivalent اللي جاي من المثل. كم مقدار الماكسيم بيندينج مومنت اللي هو عبارة عن W equivalent plus W للأون ويت في L شورت تربيع على 80. هذا عبارة عن الماكس مومنت. الماكسيم مومنت شو بيساوي؟ أنا صار عندي حولت لود المثلث equivalent صار شكل بيم هيك، يعني كأني أنا خليت البيم موزع بشكل منتظم على طول، الموزع بشكل منتظم على طول البيم وهي L شورت. فشو صار عندي؟ صار عندي لودين على شكل ترينجل. إذا اللود ككامل ماكسيم مومنت بيكون W اللي جاي من الأول ويت تجمعه على W اللي جاي من الإكوفلنت في L شورت تربيع على 80. هيك بكون خلصنا كل المطالب اللي طالبها هو على الشورت بيم. إذا بحالة كان طالب شير لود المثلث بصير كونسنتريت، بحالة طالب مومنت لود المثلث بصير إكوفلنت، وبعدين بطبق تطبيق على القوانين. تمام؟ طيب هسا نروح على اللونج بيم، نروح على اللونج بيم. حالة اللونج بيم عندي هون اللونج بيم. طيب اللونج بيم زي انا عندي مثلا بي 1 وبي 2، خلينا مثلا ناخذ بي 1. بي 1 لو كان طالب بده الماكسيم شير على بي 1، بقول بي 1 هي ارسمه مرتكز على شو؟ بي 1 بي 1 مرتكز على اللونج، طوله هو اللونج، مرتكز على كولوم 1 وكولوم 2. طيب اكيد عليه كلود، اكيد عليه الاون ويت تاعه، وزنه الخاص فيه الاون ويت تاعه اكيد عليه 100%. طيب وغيرها هيك شو عليه كمان؟ احنا قلنا باللونج بيم بكون اللود الموزع عليه، خلينا بس نحكي هاي، بقول هاي انا عندي اكيد انتم عارفين هذا اللونج بيم، انا هون راسم قاعد بحكي لبي 1 هو عباره عن لونج بيم، اكيد عليه اللونج عليه الاون ويت. حكينا البيمات بالحاله التو واي سورد سلاب اللي بتكون باللونج دايركشن بيكون اللود عليها جاي على شكل ترابيزويد، فاضي شيء. حكينا ارتفاعه عباره عن ال شورت اوفر 2، وقاعدته هاي عباره عن ال لونج ماينس ال شورت. طيب هسه لو كان طالب مني شير بهي الحاله نفس الشيء، لازم لود ترابيزويد انا احوله لكونسنتريتد زي ما انا كاتب هون بحكي. حاد الشير بكون في عليه اللود اللي جاي من الاون ويت زائد لود الترابيزويدال عباره عن كونسنتريتد، فكيف احول لود احكي معي كيف بحول اللود تاع الترابيزويدال لكونسنتريتد؟ كالتالي لازم احسب مساحته. شو مساحه الترابيزويدال؟ اللي هو نص مجموع القاعدتين زائد الارتفاع، فنص في مجموع القاعدتين عندي ال لونج بلس ال لونج ماينس ال شورت، هاي نص مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع عباره عن ال شورت اوفر 2. طيب هيك انا هاي مساحته، كل هاي المساحه راح اضربها بشو؟ راح اضربها ب دبليو، وبرضه دبليو هون عباره عن التوتال لود، دبليو عباره عن التوتال لود، دبليو عباره عن توتال لود. طيب بهي الحاله كيف بكون صار شكل البيم انا عندي؟ بكون صار بهذا الشكل، هاي البيم عليه وزنه الخاص فيه وعليه لود هون الكونسنتريتد الجاي من المثلث، فبكون الماكسيم شير ماكس في هاي ماكس راح تكون عندي، هاي لو سميتها بي راح تكون بي اوفر 2 بلس دبليو اللي جاي من الاون ويت في اللونج على 2، هاي بكون حاله الماكسيم شي. طيب اذا هو أنا كمان شيء انه انا بحول ترابيزويد لكونسنتريتد. طيب كان طالب مني مومنت، لو هو طالب مني مومنت بدل ما يكون مني انا شير، نفس الطريقه زي ما انا بالشور دايركشن حولت الفي الترينجل حولته انا لكونسنتريتد، راح احول المومنت هون وحولت المومنت لايكويفلنت، لما يطلب مني هون مومنت راح احول الترابيزويدل لايكويفلنت. طيب كيف احوله لايكويفلنت؟ شو قانون اني احوله لايكويفلنت؟ التحويل راح يكون عندي دبليو في ال شورت في ار اوفر 2 بلس ار، دبليو هون هي عباره عن توتال هاي برضه، وال شورت عباره عن الطول القصير هذا، وار عباره عن الريشيو اللونج اوفر ال شورت. طيب بهذه الحاله بصير شكل البيم كالتالي، عليه لود موزع اللي هو عباره عن الاون ويت
وكمان عليه لود الترابيزويد اللي صار بشكل منتظم اللي هو عباره عن الايكويفالنت. فبهي الحاله برضه الماكسيمم مومنت راح يكون عندي بيساوي اللي هو دبليو ايكويفالنت بلس دبليو اللي جاي من الاون ويت في ال لوم تربيع على 8. اذا نفس الطريقه بالشورت بيم اذا كان طالب انا مني شير بكون عليه الاون ويت زائد تحويل مثلث لكونسنتريتد، كان طالب مني مومنت بكون عليه الاون ويت زائد تحويل مثلث لايكويفالنت، واللونج بيم بكون عليه بشير الاون ويت زائد تحويل ترابيزويد لكونسنتريتد، لو كان طالب مومنت بكون عليه اللود زائد تحويل ترابيزويد لايكويفالنت لود. هاي كل المطالب اللي ممكن هو يطلبها. بس حاليا خلينا نحل مثال بسيط ونطبق عليه بشكل سريع. طيب لو خلينا هذا نفس المثال C1 C2، الأطوال كانت أنا عندي مثلا لو خليت هذا هو الطول عبارة عن 6 والطول هذا اللي جاي لك هاي 5 بكيلي دبليو التوتال من السلاب كانت عبارة عن 20 كيلو نيوتن لكل متر سكوير، وكان الأون ويت لأي بيم يساوي كم من أعطيني إياه؟ أعطيني إياه يساوي 5 كيلو نيوتن 5 كيلو نيوتن لكل متر. طيب المطالب اللي طالبهم مني بهذا السؤال، طالب اول شيء واحد بده الماكسيمم شير بالشورت وباللونج دايركشن للسلاب، المطلوب الثاني ماكسيمم المومنت بالشورت والمومنت باللونج دايركشن للسلاب، المطلوب الثالث لكي find maximum shear of B1 لكي نبدو الماكس شير على B1 4 max moment B1 5 ماكسيمم شير على B3 6 ماكسيمم مومنت on B3. تمام طيب هاي هي كل المطالب اللي انا عندي بهذا السؤال، خلينا نحلهم مطلوبهم. طيب عندي 6 مطالب لازم احلهم مطلوبهم. بكي انا عندي هذا الشكل السلابة ظليت نفسها حافظ عليها، اللون كانت عبارة عن 6 متر، الشورت كانت عبارة عن 5 متر. طيب ولاحظوا بشكل ما عندي اي ريبات انا صح؟ طبعا هي بالشكل ما بتجي هيك مرسوم عليها الترابيزويد اللي هو الشيء، انا رسمه كنت توضيح فقط. فمن هيك السلابة بتجي هذا الشكل، بيجي السلابة انت عندك عندك هاي عندك هاي عندك هاي عندك. طيب هاي السلابة ملاحظوا انها سوليد صح؟ بما انها سوليد لازم احدد one way or two way عن طريق الريشيو ار، بروح ار شو تساوي لي؟ تساوي اللونج اوفر الشورت اللي هي تساوي لي اللونج كمان عندي يا 6 على 5، 6 على 5 اقل او تساوي 2، اذا دي اكيد two way solid slab two way solid slab. بس لازم اعرف كم قيمة هاي الريشيو، قيمة هاي الريشيو تكون انا معي. طبعا ليش لازم اعرف هاي القيمة هون بحالة 2 لانه راح استخدمها بالقوانين، قيمتها بتكون بالضبط تساوي 1.2 1.2. طيب هاي اول شيء قيمت معي وتحددت انه كل شيء. بما انه هون طالب بده الماكسيم شير بالشورت والماكسيم شير باللونج انسلاب، بروح اول شيء طالب مطلوب رقم واحد بدي في الماكسيم شير بالشورت دايركشن انسلاب، كان له قانون، شو كان قانونه؟ بطبق عليه يساوي دبليو ال شورت اوفر 3. دبليو حكينا عباره دائما عن اللود الكلي، كم مقدار اللود الكلي معطيني اياه؟ 20
في ال شورت كان معطيني مقدار ال شورت، ال شورت مقدارها 5 على 3 20 5 على 3 اللي هي 100 على 3 تطلع كم مقدارها؟ مقدارها 33.3. طيب بحكي المطلوب الثاني بده ال V باللونج دايركشن بالستاب والمف. تطبيق مباشر القانون W L short في R على 2 زائد R. W اللي هو اللود الكلي 20، L short كم مقداره؟ 5. R 1.2 على 2 زائد 1.2 اللي هي 3.2، وكل هاي القيمة راح تساوي عندي 37.5. 37.5 هون هون كيلو نيوتن وهي كيلو نيوتن. طيب أنا عندي صار الأمور واضحة حاليا بهذا الشكل. هاي أول مطلوبين حلوا عندي، هاي أول مطلوبين صاروا واضحة اللي هو V short الشير الشورت بالسلاب والشير باللونج دايركشن بالسلاب الماكسيمم والماكسيمم. طيب اروح للمطالب الثانيه. المطلوب الثاني بده يحكي لي الماكسيمم مومنت الشورت واللونج دايركشن. طيب هسه شوف طبعا قانون باللي باول شيء راح ابلش بالشورت ماكسيمم مومنت، ماكس مومنت بالشورت دايركشن. شو كان قانونه؟ دبليو شورت في ال شورت تربيع على 8. طيب دبليو شورت بدي اياها، شو كان قانون دبليو شورت؟ تساوي دبليو في R قوة 4 على 1 زائد R قوة 4. W كم مقدارها؟ 20. R 1.2 قوة 4 على 1 زائد 1.2 قوة 4 وتساوي كم بيطلع مقدار W short؟ بتطلع أنا عندي هاي 13.5 كيلو نيوتن لكل متر، كيلو نيوتن لكل متر. طيب إذا كم مقدار الماكسيموم هون؟ طبق على القانون اللي هي أنت عندك 13.5 في ال شورت تربيع، كم مقدار ال شورت اللي هي عباره عن 5 تربيع على 8 بيطلع هاي نتيجها يساوي، بيطلع نتيجها يساوي كم؟ ايوه بيطلع 42.8. طيب نروح للمطلوب الثاني. بده الماكسيمم كمان مومنت باللونج دايركشن. هسه باللونج دايركشن شو كان قانون؟ دبليو لونج في ال لونج تربيع على 8، هاي الماكسيمم مومنت باللونج دايركشن. طيب شو قانون اللونج الدبليو لونج؟ اللي هو دبليو على 1 زائد ار هو 4 وتساوي انا هذا طلع معي 13.5 صح؟ واللود كله كم؟ 20، فهي اكيد لازم تطلع معي 7 او 6.5. 6.5 لانه دبليو زي ما بنعرف دبليو لونج بلس دبليو شورت ايكوال دبليو. 13.5 20 ناقص 13.5 بعطيك 6.5. فطبقهم 6.5 في اللونج تربيع اللي هي كم؟ 6 تربيع على 8 بيطلع مقداره هذا بيساوي 29.5 29.5 كيلو انت كيلو. طيب هيك اول مطلوبين خلصنا، نروح للمطالب الثانيه. هيك خلصت المطالبات، المطلوبات شو؟ على السلابات. هسه هو طالب مني وين؟ على البيمنت، بروح على البيمنت. امسح كل الارض. هيك بالشكل التالي. اول شيء طالب مني على بي 1، بروح بشوف وين بي 1؟ بي 1 والله هو عباره عن بيم موجود باللونج دايركشن. إذا شايل لود عبارة عن ترابيزويدل، فبحكي هاي البي 1 مرتكز على شو؟ شو مرتكز على كولوم 1 وكولوم 2. بحكي هاي بي 1 على كولوم 1 وعلى كولوم 2. اللود اللي عليه عبارة عن الاون ويت اللي انت موجود، انت عندك كم مقدار الاون ويت؟ مقدار وطنية بالسؤال 5 ويساوي 5. طيب وعليه ترابيزويدل، الترابيزويدل طول قاعدته هاي اللونج وتساوي 6، طول قاعدته هاي عبارة عن اللونج اوفر الشورت ناقص اللونج ماينس الشورت اللي هو تساوي 5-6 ماينس 5 وتساوي 1. ارتفاعه عبارة عن اللونج او الشورت سوري اوفر 2 اللي هو 5 على 2 ويساوي 2.5. طيب هسه من حالة الشير
بالشير زي ما حكينا لازم دائما احول لون اللي ترابوزويد اللي كونسنتريت بهذا الشكل باللون الاخضر. اي بي بي هذا شو يساوي لي؟ مساحه هذا الترابوزويد عباره عن مجموع القاعدتين اللي هي 6 زائد 1 هي مجموع القاعدتين. طيب ضرب ارتفاعه عباره عن 2.5 طيب ضرب نص هاي مساحه ضرب اللود الكلي كم مقدار اللود الكلي الاسلامي كان؟ 20. اذا البي هاي كم تساوي انا معي تطلع؟ تطلع معي البي هاي تساوي 175 175 انا عندي هاي المقدار 175 حلو. طيب هاي هي 175 عندي. لو كان طالب ماكسيمم شيء شو بقول عندي 175 على 2 زي حمل مركز هذا راح توزع هون وهون بالنص بلس شو لود سلابي 5 ضرب طولها 6 على اطلع معك الماكسيمم شيء نفسه هذا مطلوب. لو كان طالب اللود اللي جاي على كولوم 1 او كولوم 2 from V1 نفس الشيء يعني ممكن احكي لك بدي انا بدل ماكسيم شير بدي اللود اللي على كولوم 1 او كولوم 2 from V1 نفس المطلوب. طيب هاي هون بحاله طالب الشير. لو كان طالب انا عندي هو طالب الفريق اللي بعده طالب انا عندي المومنت زي ما احنا ملاحظين بالشير حولت الايكوفلنت او حولت ترابوزويدل لكونسنتريت لود حطيته باللون الاخضر. طبعا اذا بيطلب مني مومنت بحاله المومنت راح احول الترابوزويدل لود منتظم ايكوفلنت هي زي ما هو عندي باللون الازرق عندي هون. طيب شو راح يكون مقداره؟ راح يكون عندي مقدار هذا الايكوفلنت له قانون هو يساوي دبليو ال شورت ار على 2 زائد ار هو يساوي 20 في 5 في 1.2 على 3.2 هو يساوي كم كان مقداره غاية فيما عندنا؟ كانت قيمتها 37.5 37.5 37.5 هسه بده الماكسيموم مومنت فراح يكون عندي حكيت بجمع 37.5 راح اجمع لها اللي 5 اللي عباره عن لون وين في ال لونج تربيع اللي هو 6 تربيع على 8. طيب بيطلع انت عندك جواب بالكيلو نيوتن دوت بي هاي كل المطاليب راح يطلبها على اللونج دايركشن او اللي ما تتشال اللونج دايركشن زي البيم اللي هو الموجود عندي بي 1. طيب روح هسه على البيم الموجود عندي بالشور دايركشن البيم الموجود عندي هون بالشور دايركشن خلي هاي المطاليب كلها نمسح هون نخلي البيم قصدي بس لو رحنا على البيم الموجود بالشور دايركشن البيم الموجود بالشور دايركشن بي 3 زي مثلا هو كان طالب على بي 3 بروح بحكي بي 3 مرتكز وين؟ مرتكز على كولوم 1 مرتكز على كولوم 3. طب على كولوم 1 اكيد عليه اول شيء وزنه بشكل اكيد وزنه هذا عباره عن 5 وعليه لود المثلث. طيب هسه لما يطلب شير بحاله الشير راح احول لود المثلث هذا كونسنتريتد زي ما هو موجود باللون الاسود هون ففي راح يكون انا عندي اول شيء لازم احول لود المثلث لا لود مركز اللي هو بدي اسميه بي. بي شو يساوي؟ مساحه المثلث اكيد هذا طول القاعده هاي 5 ارتفاعه 5 على 2 ارتفاعها بتاعه 5 على 2 اللي هو عباره عن 2.5 احسب لي مساحته 5 نص طول القاعده في الارتفاع في 2.5 في نص في اللود الكلي اللي هو عباره عن ال 20 اللود الكلي عباره عن الشير. طيب اذا بده الماكسيم شير هذا كم بيطلع معي؟ نص ب 2.5 هاي عبارة عن نص ب 20 كم 10 10 5 25 25 5 25 5 مرات 125 125 إذا V ماكسيمم الماكس V شو راح يساوي لي؟ راح يساوي لي اللي هي 125 على 2 البي هاي راح توزع نص بنص هون زائد الأون ويت اللي هو عبارة عن 5 ضرب الطول 5 على 2 بيطلع معي جواب بالكيلو نيوتن. طيب هسه انا عندي هي الفي خلصتها لو كان طالب مني مومنت حكينا بحاله الشير لما يطلب مني شير لازم احول اللود سواء كان ترابوزويدل او كان مثلث كمان مره الى كونسنتريتد لود. لو كان طالب مني انا مومنت بحوله لشو؟ لا لود مكافئ زي ما هون انا موجود عندي باللون الاخضر. طيب كيف بحول الايكوفلنت بحاله المثلث؟
الايكوفلنت شو كان قانونه؟ كان قانونه كالتالي، عبارة عن W total في L short over 3. W كانت 20، L short عبارة عن 5 over 3، وأتوقع كانت القيمة تساوي 33.5 أو 33.3، أتأكد 33.3. طيب إذا هاي الكوفيلنت، إذا صار عندي الماكسيم مومنت هون شو راح يساوي لي؟ بجمع 33.3 زائد الوزن تاع البيم أصلا 5 في ال شورت تربيع في 5 تربيع على 8، بيطلع عندي الجواب بوحدة الكيلو النيوتن نوت متر. هيك بنكون خلصنا كل المطالب على هذا السلاب، سواء كانت باللونج بيم أو كانت بالشورت بيم، سواء كانت بالسلاب نفسه. بس بدك تعرف انت تميز وانا احط اللودات شو اعمل، طالب شير، طالب مومنت، طالب على السلاب، وما تخربط بحاله. هل دبليو بدك تكون حافظ قوانين، هل دبليو هو راح اعوضها دبليو شورت، هل دبليو راح اعوضها دبليو لونج، هل دبليو هي بتوتال. هاي الاساسيات اللي لازم تركز عليها. وهذا هو الدرس الثاني، كان احنا عندنا بماده الفيرست. هيك كنا عندنا ضل تقريبا 3 دروس اللي هم 1 واي ريب 2 واي ريب، وكيف انا احسب اللود اللي تاع السلاب. هذا اللود ال 20 مثلا من وين اجى، سواء كان سوليد سواء كان ريب 1 واي او ريب 2 واي. هاي هي المطالب الموجوده عندنا وهاي حليناهم. مشكور. Thank you.